افتح لهم مكتب هشام بيه وشوف هيشربوا ايه. تمام يا فندم. انا اسف يا ادهم بيه على الوش اللي عاملينه لك ده والله، بس للاسف هي عرفت قبل مني. سيبك من الوش والحوارات دي، خلينا في اختك. اختي الله يسامحها، اختي بقى يا خالد والله العظيم مش عايز اسمع صوتك. اهو شفت، عشان كده خليت عوض ما يردش عليك عشان انفعالك وتهورك ده. معلش يا ادهم بيه، طلب اخير ويبقى كده كملت جميلك عليا. قولي. انا عايز اسحب اسم فاتن والفيديوهات اللي اتصورت ليها قبل ما تتعرض على النيابه. ما ينفعش طبعا، انت محامي وفاهم القانون كويس. وانا بكلم سعادتك بالقانون برضه. هو فين القانون ده؟ انا عملت ضبطيه بناء على بلاغ باختطاف بنت في شقه مشبوهه. ادي قلت سعادتك، مجرد بلاغ، والتحريات اللي سعادتك عملتها قبل واقعه الضبط اكدت لك ان الشقه دي مشبوهه، وده طبعا بشهاده حارس العقار ورئيس اتحاد الملاك. مظبوط. ولما اقتحمت الشقه لقيت هناك شابين وبنت مغيرين ديكورات الشقه وعاملينها مكتب كاستنج مزيف، ودي بقى سعادتك تعتبر جريمه تحايل ونصب، ده غير بقى مزاوله مهنه بدون ترخيص. وسعادتك بقى اثناء الاقتحام وجدتهم معاهم لفاف حشيش وقراص ترامادول، ودي سعادتك جريمه عارضه وثابته في حقهم من غير اذن نيابه. انت قصدك اننا قصدي ان قضيه سعادتك ماشيه يا باشا، وفيها 3 جرائم، واحده منهم جنايات مخدرات، فمفيش داعي بقى نزودهم بجنايات خطف وانثى والتحرش بيها، خصوصا بقى سعادتك ان القانون نفسه بيحرص على عدم الاضرار بالسمعه في الحالات اللي زي دي، وعندي احكام نقض في ده سعادتك لو عايز تطلع عليها. نقض ايه بس؟ ده انا حاسس اني قاعد مع السنوري. ايوه صح يا خالد عندك حق والله، انا كنت متاكده. انا قلت لك اخلاصي خالص. انا معاك يا خالد وموافقك على التخريج العظيم ده، بس عايز اقول لك على حاجه، انت كده بتتنازل عن حقك وحق اختك من الكلاب اللي حاولوا ينهشوها. للاسف يا ادهم بيه، الكلاب دول ما هجموش عليها في الشارع، هي اللي راحت لهم برجلها، يبقى هي اللي ضيعت حقها من اول دقيقه. للاسف يا سالي زي ما توقعت. يعني هي فعلا طلعت مخطوفه؟ بس لحقوها على اخر لحظه، ده على كلام عوض صاحب خالد، معرفش بقى ده بجد ولا بيقول كده عشان يطمن مامتها وخلاص. يا ستي تفائلي خير وان شاء الله تطلع هي دي الحقيقه. المهم انت بقى كفايه كده وتحركي من عندك بقى. اتحركي؟ هو انت مجنونه؟ انا برضو اللي اتجننت. انت عارفه لو قمت لسالم عرف بالمصيبه دي هيعمل ايه؟ يا ستي مش هيعرف. انا مش هينفع اتحرك غير ما اطمن عليها واتاكد ان محدش اذاها. انت بتقولي ايه يا خاله؟ رد عليا يا ابني والنبي، الله يسترك. انا خرجت البت الغريبه والحاج سيد عشان تقول براحتك، ما تخبيش عني يا عوض. اخبي ايه بس؟ اللي ما يتقالش يا عوض، العار طلق. تلاتة بالله العظيم ما حصل، مفيش كلب من يوم لمسها. اعمل ايه بس عشان تفهم ان ربنا ستر ولحقناها؟ مش قادر اصدقك يا ابني. ليه بس؟ عشان دايما بتداري عني، خايف عليا. انا قولي يا عوض ما تخافش. والله العظيم ما حصل، ولو مش مصدقاني اسالي خالد طالع من عند ادهم بيه، هيقول لك ان هي ساقصه ليه. امال ليه احساسي كده؟ خايفه ليه؟ عشان فرطت وقصرت مع عيالي؟ ربنا بيقول لي اشربي ياقوت، اشربي تعبك وشقاكي واتفرجي على عيالك وهم بيسبوكي وهم بيهربوا مني.